السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله هنخش المطبخ حبايبي باذن الله، نعمل العظمة دي حبايبي. جميل جدا حبايب قلبي، شايفين حبايبي العيش الفينو ما شاء الله ما شاء الله، بصوا طري ازاي، جميل جدا جدا. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين. ريحته وطعمه جميلة جدا حبايبي، ان شاء الله نعمله مع بعض وينجح معانا ان شاء الله باذن الله زي ما انتم شايفين كده. ما تنسوش حبايبي تصلوا على رسول الله وتصلوا وتذكروا الله حبايبي، لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. ما تنسوش حبايبي تحطوا له لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. يلا بينا على المطبخ نشوف احنا هنعمل العظمه دي ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا كلير. صباح الفل والورد والياسمين عليكم. ان شاء الله حبايبي باذن الله هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل مع بعض حبه عيش فينو. طريقته ايه حبيبي؟ انا جبت نص كيلو دي ونخلته، حطيت عليه ربع معلقه من الملح، وحطيت معلقه بنفس المعلقه المعياريه دي حبايبي معلقتين سكر، وحطيت معلقه خميره. ماشي حبايبي، هنقلب كل المكونات الجافه كده مع بعض. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين يا رب العالمين. يا حبايب قلبي صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واذكروا الله يا حبايبي لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. ان شاء الله الطريقه تعجبكم وتجربوها تطلع معاكم احسن ما انا عملت. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. كده حبايبي انا قلبت كل المكونات الجافه، هنسمي الله بقى كده ونفضي معلقتين بالظبط زيت كده حبايب قلبي. ماشي كده انا خلصت كل الحاجه اللي انا عايزاها في الميه كده حبايبي، هنسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم وهنفضي ميه حبايبي. بس طبعا احنا عارفين انا طبعا مدفيه الميه دي حبايبي عشان ايه الخميره تتفاعل. ماشي كده زي ما انتم شايفين حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. كل ما عاوز ميه هحط لها. ماشي بسم الله لحد ما احس ان هي كونت معايا عجينه تمام، يبقى كده خلاص هنوقف الميه حبايبي كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. كده حبايبي ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين يا رب العالمين. خليكم معايا. بصوا حبايبي كده العجينه زي ما انتم شايفين كده، بصوا ايديا ما شاء الله نضيفه اهي زي ما انتم شايفين ما فيهاش ايه عجين كده. ان شاء الله حبايب قلبي هغطيها بقى واسيبها ايه هي دافيه، هغطيها بقى ان شاء الله بكيسه واسيبها تختمر يا حبايبي. ولما تختمر ان شاء الله هنشتغل مع بعض تاني، وعلى فكره هنسيبه برده يختمر تاني بعد ما نشتغل فيه. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. ما تنسوش حبايبي اخواتنا في زهر غايب، تدعوا لهم فلسطين وغزه، ادعوا لهم حبايبي ربنا يصلح حالهم ان شاء الله ويكفيهم شر من يعاديهم باذن الله، ويرحم شهدائهم واطفالهم ويغفر لهم، اللهم امين يا رب العالمين. يا رب فك كربهم يا رب، انت عالم ومطلع، ربنا يصلح حالنا وحالهم وحال المسلمين اجمعين. ما تنسوش حبايبي صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وتذكروا الله يا حبايبي لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. ان شاء الله حبايبي بس تختمر وارجع معاكم تاني، خليكم معايا. بصوا حبايبي رجعت معاكم تاني، شايفين الخميره بسم الله ما شاء الله، العجينه بسم الله ما شاء الله عامله ازاي حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي الله اكبر. شايفين حبايبي ما شاء الله ما شاء الله، حاجه جميله جدا جدا. ان شاء الله باذن الله نسمي الله بقى كده حبايبي ونقطع بالايه بالقطعه الصغيره كده حبايبي على قد بالظبط ان هي تبقى رغيف. ماشي كده لحد ما نخلص الكميه كلها، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. كده حبايبي زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله ما شاء الله، عجنته جميله جدا يا حبايبي، جربوها ان شاء الله تطلع معاكم احسن ما انا عملت. خليكم معايا يا حبايبي. بص حبايبي نص كيلو دي عمل لنا كل الكميه دي حبايبي، ما شاء الله ما شاء الله، حاجه جميله جدا. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. ما تنسوش حبايبي تحطوا له لايك وتفعلوا زر الجرس، يا رب الفيديو يعجبكم منه اعجابكم حبايبي. لو الفيديو عجبكم حطوا له لايك وفعلوا زر الجرس، اعملوا له شير يا حبايبي عشان القناه تكبر بيا وبيكم. ما تحرمش منكم ولا من الكومنتات الحلوه اللي بتحطها لي، ويا رب اي حد يكون بيكتب لي كومنت ربنا يصلح حاله ويفرح قلبه.
زي ما بتفرحوني حبايبي، خليكم معايا ان شاء الله هبدأ اشتغل حبايبي باذن الله. احنا بص كده، احنا كده كده هنبدأ من اول واحدة عملناها، هنبدأ نشتغل بقى حبايبي كده. بصي هتعملي لها كده 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 حبايب قلبي زي ما انتم شايفين. بعد كده هعملي لها كده كده وتحطي في السوا اهي يا حبايب قلبي كده. الحركة بقى بتاعت الهبدة دي كده حبايب قلبي، الرغيف ما العجينة ما تلمش في الصوب. ماشي كده حبايبي كده بتعملي لها كده في الاول كده، تدي له بس برمة كده الاول، وبعد كده بتعملي لها كده كده اهي حبايبي كده كده بيتم نفس النظام. هو ماشي، بتبدأ من اول واحده برده، ومن بقى يعني بتبقي عارفاهم طبعا بنظر عينك كده اللي اتعملت الاول فين واللي لسه معموله فين، وبتبداي بقى انت كده ايه تشكليه كده حبايبي. شايفين عامله ازاي العجينه؟ ما شاء الله حبايب قلبي العجينه جميله جدا جدا. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. خليكم معايا حبايبي. بص حبايبي كده خلاص العيش اهو زي ما انتم شايفين، ان شاء الله باذن الله انا سيبه بقى سايباه بس في السجوات لما يستمر تاني حبايبي، وبعد كده نولع الفرن ان شاء الله ويستوى ان شاء الله. لما يستوى حبايبي هوريه لكم. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. ما تنسونيش في دعوه حلوه، يا رب الفيديو يعجبكم ونقول اعجابكم. ما تنسوش تدعوا لي دعوه حلوه حبايبي، وتحطوا اللايك وتصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تذكروا الله حبايبي لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. خليكم معايا حبايبي، اول ما يختمر ودخل الفرن ويطلع من الفرن ان شاء الله هوريه لكم. خليكم معايا حبايب قلبي. بص بعد العيش ما طلع من الفرن، شايفين يا حبايبي طري ازاي؟ شايفين بسم الله ما شاء الله، شايفين عامل ازاي حبايبي؟ ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. يا ريتكم تجربوه حبايبي، افضل بكتير من ان احنا نشتريه من بره، وطعمه جميل جدا جدا. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. ما تنسوش يا حبايبي ان شاء الله تجربوه ويطلع معاكم احسن من ما انا ما عملت. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.